كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم والله أكرم ويا رب ينعاد علينا دايما بالسعادة والسلام. ايه اللي مسموح ان انا اوصله من حياتي؟ بصي انا بشوف انه الفنان الجمهور ليه حق عليه في الجزء الفني، واحيانا لما بتحبي حد بتبقي نفسك تعرفي شوية حاجات عنه، يعني ده طبيعي، يعني تبقي عندك فضول انك تعرفي هو شبه الصورة الذهنية اللي انت رسمها له ولا لا. فجميل من حين لاخر كده انك تشاركي الناس في لحظات طبيعية زي عيد ميلاد، عيد جواز، لحظة معينة، لكن انك تبقي منفتحة قوي فتبقي منتهكة قوي او يبقى حياتك على المشاعر، دي انا ضدها تماما. صورتك طبيعية ولا بردوش؟ بهتم بصورتي تبقى قدام الناس حلوة ولا طبيعية؟ لا، اعتقد انها متوسطة، يعني ما تمناش قوي ان الناس تشوف عيوبي بشكل جلي، لانه في الاول وفي الاخر برضو ربنا هو اللي بيستر عيوبنا. فانا من باب حتى مش النفاق او المرأة مثلا، لا هو من باب الستر، يعني ان انا طول الوقت بحب اشتغل على عيوبي ان انا اغيرها، فمش جميل ان انا اتباهى بيها، مش مجال تفاخر يعني. بس لو سألتيني في حاجات هقول لك عليها، بس افضل ان الصورة تبقى معتدلة. الصورة المبكسلة توضحها ولا تسيبها؟ لو حد خد صورة غلط، شوفي على حسب ايه هي نوعها، لو حاجة تمثل والعياذ بالله يعني الشرف او الاخلاق، او لا افضل ان انا اوضحها او اغيرها او اظهر الحقيقة، لكن مش طول الوقت هفضل ماشية ورا اي حد يقول اي حاجة. في الحاجات اللي هي في العموم بقى خلاص سيب اللي يقول يقول، بس الحقيقة هتفرض نفسها في الآخر. يعني الصورة الثابتة للناس اللي حوالينا، شوفي أنا يعني عودت نفسي من سنين السنين أن أنا ما أحكمش على حد، الحكم ده صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وعلشان تحكمي لازم تتسمي بأنك تبقي محيطة بكل شيء علما، وتبقي عادلة، وتبقي رحيمة، واحنا لا نبقى محيطين بكل شيء علما، احنا مش عارفين الظروف ولا الملابسات ولا الظاهر ولا الباطن، احنا شايفين جزء من الظاهر، ولا احنا نتسم بالعدالة ولا بالرحمة. فدي مش شغلانتي خالص ان انا احكم على حد، انتي بتقدمي لي ايه انا باخده، ما بحاولش احكم عليكي، دي عودت نفسي من زمان الزمان الزمان. فانا ما بحبش الصور الثابتة، وشايفة ان قانون الحياة التغيير، وإن البشر عمرهم ما كانوا ثابتين، انتي طول الوقت بيطرق عليكي ظروف بتغيرك، بتقعي فبتتغيري، بتبقي معتنقة حاجات فتيجي في فترة تراجعي نفسك فتعدليها تغيريها. فأنا الثابت بالنسبة لي الوحيد هو ربنا سبحانه وتعالى، غير كده بشوف إن البشر لازم يبقوا متغيرين. الزوم، بصي أنا معجبة قوي بالأسئلة يعني هو يبدو أنه هو برنامج فن ولذاذة، لكن هو عميق قوي أسئلة ذكية جدا. اللي ممكن يعمل لي زوم هم الناس المقربين، أهلي، الأهلي مش طبعا مش أهل بقى اللي هم يعني الدرجة الثالثة، ماما، جوزي، بنتي، صحبات المدرسة، خالتي الله يرحمها، جدتي، الناس اللي فعلا دايرة القريبة قوي، دول بيعملوا زوم، وحتى لو شافوا الديفوهات أو العيوب أنا مرضية جدا. الدايرة مع الزمن والسن ما اختلفتش كتير، في ناس وقعوا بحكم أنه مش كل بيصمد معاكي للنهاية ولا أنتي بتصمدي معاه للنهاية، ممكن هو يبقى عنده ظروف، سافر، هو اختلف، أنتي اختلفتي، ما بقيتوش ملائمين لبعض، بس تقريبا فوق 90% من الدايرة هم فلاتر كتير. يا سلام بقى، ده سؤال، ده كلام يا ناس، ده كلام يا ناس. في حد اختلف لما شفته صورته عن صورته اللي كان مصدرها لي عن لما شفته؟ طبعا يا ده في ناس تبقي عارفة لو يا ما تحت السهي دواهي لا طبعا في ناس كنت متخيلة ان هم حلوين قوي ويجننوا قوي، وفجأة بتلاقي طبعا بتلاقي صورة مش زي اللي هم مصدرينها، ممكن تلاقي غرور، ممكن تلاقي توحش، وأنا بتخض قوي لما بلاقي شر. أنا عارفة أن إحنا كلنا عندنا نسبة شر، وربنا قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنا عارفة أن كلنا عندنا نقاط شر ونقاط فجور ونقاط سودة، لكن لما بلاقيها متصدرة قوي أو أنت مخليها تسوقك
أو ممكن تقدري تفعلي الشر اللي جواكي. يعني هو مش لحظة غضب مثلا أو إحساس وحش حسيتيه تجاه حد، لا ده أنت ممكن تضري الآخر. دي بقى ما بتخض قوي، وأنا دي شفتها، شفت إن فعلا حد ممكن يشر. والأخطر من ده إن حد يشر ويلبسها لك أنت، عارفة اللي هو يعني يبقى هو اللي عمل فيكي مثلا حاجة بشعة ويذيع في الآخرين إن أنت اللي عملتي ده. فدي بتصدم. إضاءة، الإضاءة، بصي هتكلم الأول على الإضاءة في الفن فعلا. أصل أنا اكتشفت إن الإضاءة دي بتعمل ولا دكتور التجميل، يعني ممكن فعلا في الإضاءة كل العيوب والنفافيخ والتجاعيد تروح خالص، وممكن تظهر حاجات مش موجودة. فدي حقيقي خطير. على المستوى طبعا الفلسفي اللي حضرتك بتسألي فيه، مين أي القيمة اللي ممكن تضيء، أو مين الشخص اللي ممكن يضيء حياتي أو يقوم بدور الإضاءة؟ في كتير، يعني أمي، جوزي، بنتي على صغر سنها، لكن هي بتضيء حاجات كتير قوي جوايا، وبتعلمني حاجات كتير، وبتنور قلبي، عارفة؟ طاقة نور حقيقي. وكل حد علمني حاجة، يعني دكتور فريد النقراشي، كل حد قريت له كتاب، أستاذ نجيب محفوظ، حتى عارفة الناس اللي قريت لهم وأنا صغيرة بس فعلا فتحوا لي أفاق ما كنتش أشوفها أو ما كنتش متخيلة أنها موجودة. القيم، كل القيم النبيلة، بس أعظمها أعتقد إدراكي بوجود الله سبحانه وتعالى ومعرفتي بيه بالشكل اللي أنا مؤمنة بيه عليه. أعتقد أن ده نور الأنوار في حياتي. تظبيط لوكيشن ولا عفوية؟ والله كل حاجة فيها ليها متعة. الحاجات اللي أنا مخططة لها وبتتحقق دي ليها متعة ما حصلتش، لأنه بتبقي أنت نفسك فيها، بتسعي لها، بتحسي أن في نتيجة للسعي، بتحسي أن في مكافأة، فده بيبقى عظيم. والخطط اللي أنت مش مخططة لها خالص ولا كانت في دماغك وفجأة بتجيلك، دي بقى بتبقى شيء عظيم، لأن بيبقى ليها متعة تانية. بتحسي أنه أولاً بتوجد عندك الاحتياج مع أنه ما كانش موجود، ثانياً بتحسي أنه ربنا شايف حاجة أنت مش شايفاها، بتحسي أنك في لحظة محظوظة، بيحسسك أحاسيس برضو حلوة. فاللي مخططة له ليه متعة، واللي مش مخططة له ليه متعة. زاوية الصورة، والله سؤال في منتهى النضج. فكرة أنه كل ما الزاوية بتختلف بتشوفي الشيء بشكل مختلف. طبعاً أولاً وانت جوه الحدوتة بتبقي شايفة الحكاية بشكل قاصر قوي، محدود قوي. أول ما بتبدأي ترتفعي وتترفعي بتشوفيه بشكل أوسع، وبتبقي أحكم، وبتبقي أعدل، وبتبقي أرحم. وأحياناً لما بتشوفي الموضوع من زاوية ضيقة أو من اليمين بس، لما تيجي الشمال أو تتسنطري بتشوفي الموضوع من وجهة نظر تاني. أنا بحب قوي الأفلام اللي بتتناول الموضوع من وجهة نظر كل واحد، يعني بتكتشفي أنه كل واحد من وجهة نظره عنده مبرراته وعنده وجهة نظره. فعشان كده بقولك ما بحبش أحكم، يعني بقول ده رأيي بس الله أعلم، بس ده رأيي، مش معنى كده أنه هو الصح المطلق، بس it's mine. يعني بصي، الحاجات اللي بشوف أن هي ما ينفعش تشوفيها غير من وجهة نظر واحدة هي الحق والباطل، وحيظل الآخرين برضو مختلفين عليه، لكن حيبقى عندي أنا قوانيني أنا الشخصية. كل ما هو سامي وكل ما هو حق وكل ما هو خير بشوف إن ما ينفعش نختلف عليه، وإن اختلفنا أنا محترمة الاختلاف. كروب ديليت، فكرة إنك تعملي كروب لبني آدم أو لموقف أو لمرحلة في حياتك، أنا شايفة إن إحنا أشطر حد ممكن يعمل ده. ربنا مدينا النسيان، مدينا الفكرة السكند شويس أو الاختيار التاني أو المحاولة التانية. طبعا يا ما في بني أدمين أنا عملت لهم كروب من الصورة الذهنية، حتى من صورة قلبي، ويا ما ناس مواقف عملت لها كروب تعلمت منها وبعدين عمل لها كروب. يعني لا، أنا شايفة أن دي مرحلة لازم كلنا نبقى فيها وكلنا نقدر عليها، لأنها
مرحلة النضج. سيلفي. بما انك بتسألي اسئلة فلسفية، انا ما بحبش السيلفي خالص، معاكي حق. السيلفي دايما انت بتقولي انه بيطلعنا اوحش من الصورة، ده حقيقي. انا كتير بشوف يعني ببقى قاسية جدا على نفسي جدا في اخطائي او في المواقف، وبحاول احنتف بقى فيها، اكبر قوي الموقف اللي مش كويس اللي انا عملته عشان ما اعملهوش تاني واتعلم منه. فانا يا حبيبتي ما بحبش السيلفي خالص، لا ذاتي ولا على مستوى الصور. لا، متهيألي أنا قاسية قوي في رؤيتي الذاتية لنفسي، يعني بحاول حتى أدرب نفسي أني دايما أشوف الإيجابيات زي ما بشوف السلبيات. فأنا أعتقد أني لو الناس شافوني برؤيتي أنا لنفسي مش هيحبوني، عشان أنا جلادة قوي لنفسي للأسف. الصور الأبيض وأسود. الصور الأبيض وأسود اللي في حياتنا، اللي هي الذكريات. كتير قوي من الحاجات الأبيض وأسود بحب أحتفظ بيها، بحب أحتفظ ببيتنا اللي ما بقاش موجود، اللي أنا تربيت فيه في المهندسين بتاع ماما، خلاص هو للأسف تم إزالته، ماما عايشة معايا. كل صوري مع بابا الله يرحمه بحبها، كل صوري مع مامتي ربنا يبارك في عمرها، دي الأبيض وأسود. وكل صوري حتى في المدرسة مع صحباتي وإحنا في أطوال مختلفة، بلسة بنطول وبنكبر وبنتخن ونخس، بحب الصور دي قوي. بداياتي في الفن بحبها جدا، هي ما كانتش أبيض وأسود بس هنعتبر إنها قديمة يعني. وكل لحظة مع بنتي دي بقى يعني ذكرى، الذكرى بحب كأني عيني وقلبي ودماغي صور، بعمل كده سكرين كابتشر أو بحتفظ بصورة، بحب أحتفظ بكل لحظة واستمتع بكل لحظة. وأنا مش من الأمهات أبداً اللي أقول إمتى بقى تكبر وإمتى، لا، أنا مستمتعة بكل لحظة حالية، ماليش دعوة بإن شاء الله ربنا يجعل المستقبل أحلى وأحلى وأحلى إن شاء الله، بس أنا ماليش دعوة، أنا مستمتعة بالحاضر، أنا مش بستبق الزمن خالص. فأنا من النوع اللي بحب ذكرياتي، إلا طبعاً المؤلم منها، بس كتير منها حلو الحمد لله. صورة شخصية ولا صورة جماعية؟ بحب الصورة الشخصية لنفسي أكتر، ولا الصور الجماعية وأنا وسط الناس وبخرج؟ دي ليها حلاوتها ووقتها، ودي ليها حلاوتها ووقتها. مهم قوي أنك تقعدي مع نفسك تصلحيها، تطبطبي عليها، تحاسبيها، توعدي نفسك بحاجات، تاخدوا قرارات مع بعض، لأنه في الأول وفي الآخر هي الرحلة رحلة ذاتية جدا، أنا ونفسي إلى لحد الآخر يعني. وفي لحظات لا، مهم قوي اني اقعد مع الناس، اخد دفا واديلهم دفا وحب ونتشارك لحظات ونخلق ذكريات، وبالذات مع الناس المهمه. يعني لازم اوجد وقت للاثنين، وان كان الاغلب طبعا للناس. صورة عائلية. ايه اللي ما بنساهوش مع عائلتي في الصورة العائلية؟ ده ما فيش حاجة. على فكرة مش لازم المواقف الكبيرة، تصدقي ان حتى ان احنا نتشارك في اللحظات البسيطة، ان احنا نتغدى سوا، ان يوم الجمعة مثلا بعد صلاة الجمعة نجيب فول وطعمية وناكل مع بعض، ان احنا نقعد نتفرج على فيلم ونضحك الفيلم شفناه مثلا للمرة 70 ونضحك على نفس الإفيهات ونقولها بصوت عالي، ان احنا نشرب النسكافيه الصبح مع بعض مثلا انا وماما، ونقعد نتكلم ونختلف شوية في السياسة ونضحك ونتكلم في الفن، نقعد أنا وجوزي برضو في لحظات معينة، نقعد نشرب مثلا الشاي أنا وأماليا، واللعب اللي أنا عمري ما لعبته وأنا صغيرة، هي لعبتني استغماية وخلاويس لحد ما خلصت كل صحتي لها ربنا يبارك في عمرها يا رب، ونقعد نلون والحاجات اللي أنا مش فاكرة إذا كنت عملتها ولا لا. كل اللحظات دي أعتقد أنها عظيمة جدا، يعني ما فيش حاجة، مش لازم أقولك بقى وأنا بستلم جايزة وأهلي جنبي، لا، بقولك أبسط الحاجات هي أعظمها. كاميرا ريترو ولا ديجيتال؟ بصي، فكرة الصور بتاعت زمان أن أنت تبقي مش عارفة النتيجة لكن مستعدة، ده شيء عظيم جدا يعني. في الأول وفي الآخر حتى لو ما عجبتنيش الصورة هقطعها، لكن على الأقل أبقى مستعدة. ومش في كل لحظة بتتصوري، أنت بتتصوري في اللحظة اللي هتبقي قدام كاميرا، لكن وجود الكاميرات مع الكل في أي لحظة أنت أصبحتي منتهكة. يعني أنا وأنا قاعدة مع صاحبتي مثلا في مكان، بحكي لها على موقف فبنتخان، بحكي لها بعصبية أن أنا كنت مثلا متخانقة، بحكي لها منفعلة زي أي إنسان، فلاقي حد بيصورني من بعيد فبحس بالجاسوسية أو بحس أن أنا منتهكة مشاعر. أو في أي لحظة في حياتك، بصي أنا شكرا لربنا جدا جدا أن الواحد معروف وأنه الناس عايزة تتصور معي، ببقى نفسي أبوس راس الناس أقول لهم
شكرا. بس أنا بتكلم على إنسانيتك، إنك فيه في لحظات ممكن يبقى حد ميت لك، ممكن يبقى حد عيان، ممكن تبقي أنتي عرفتي خبر مش لذيذ أو عيانة أو تعبانة أو واخدة مسكن واقفة مش مستعدة أبدا إنك تتحكي وتتصوري. يعني طبعا الجمهور ليه حق علينا، بس أنا بتكلم على إنك بني أدمة، إنك إنسانة في اللحظة دي. ففكرة إنه الصور في أي مكان في أي وقت في أي لحظة أنتي ستاند باي لازم تتحكي وتتصوري، يعني كأنهم بينتزعوا منك حق إنك تبي بني أدمة. صورة القضية، بصي صور غزة هي من أكتر الصور اللي بتدمي القلب. يعني أنا أعتقد أن كلنا قلبنا موجوع عشان غزة، وهو جرح غائر. يعني موضوع فلسطين ده الألم القديم، كلنا بنتمنى أنه تبقى عاصمة فلسطين القدس، ونقدر نصلي في المسجد الأقصى، وأن يبقى في حرية للفلسطينيين، وأنهم يبقى عندهم بلد. وإلى زوال طبعا الدولة الصهيونية دي، كان الصهيوني ده للأسف إنها بقت دولة يعني. بس يعني أنا مذهولة إنه أو شكرة للصور الأخيرة إنها لفتت نظر العالم بالذات الغربي. يعني أنا بتكلمش علينا إحنا، هو ده وجعنا الدائم، لكن إنه بقى في صورة جديدة، في حقيقة جديدة ابتدت تظهر وتتجلى في عيون الغرب. فالشارع الغربي بقى متحد ومتضامن مع فلسطين، وده شيء عظيم يعني. فهي صور قاسية جدا، وأتمنى إن يحل محلها رفع العلم الفلسطيني على فلسطين، على القدس. المصلين في المسجد الأقصى يبقوا ملايين، المصلين في كنيسة القيامة يبقوا بالملايين، ويبقوا اللي بيستقبلوهم هم الفلسطينيين. صورة شخصية وسط القضية، ما هو أنا يا حبيبتي بالنسبة للناس اللي بيقيموا الآخر، ولما وقت أحداث فلسطين اللي هي مستمرة إلى الآن، اللي بينزل أي بوست أو أي صورة لي أو بيقولوا إن هو نزل الشغل كان بيتم التعامل معه بقسوة، أنت نسيت القضية، أنت مش متعاطف، طب شوف الناس بيحصل لها إيه. ما هو ده زي ما أنا قلت لك، أنا بطلت أحكم على حد. لا أنا هحكم على اللي بينزل صور، وأنا منهم على فكرة، ولا هحكم على اللي بيقول ما تعملش كده. بس أنا أتمنى أن إحنا ما نحكمش على بعض. الفلسطينيين بيعيشوا أسوأ عيشة الحقيقة، مش دلوقتي، ده من زمان، من أيام ما كان اللي ما كانش شايف كان هو اللي كمان بينزل صور. هم عايشين كده من سنة 48، فيمكن المجازر بتزيد في فترات وتقل في فترات، لكن هي مستمرة طول الوقت. الانتهاكات تجاه الشعب الفلسطيني مستمرة طول الوقت. فكون ان انت ادركت القضية دي دلوقتي ما يخليكش ابدا ان انت تلوم الاخر، لانه الاخر ده ممكن يكون كان شايف الصورة من زمان، وهو كمان بيعمل حاجات تجاه القضية انت ما تعرفهاش، وما كانش بيلومك ان انت مش شايف. فنفسي ما نحكمش على بعض. على فكرة هنتطور كتير جدا، وحنبقى أرحم وأهم كتير قوي لو احنا ما حكمناش على بعض. كل واحد يبص لنفسه، ده احنا جوانا خرابة.